الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في بيان وجوه القراءات العشر للقرآن الكريم. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وفي الآية التي تليها: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وفي هاتين الآيتين قرأ ابن كثير وأبو جعفر في هاتين الآيتين بميم صلة الجمع وصلا على عادتهما، فهما يقرآن مثلا الآية الثانية: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأما ورش فقد قرأ في الآية الأولى في كلمة يبصرون، كما جاء من رواية الأزرق عن ورش عن نافع بترقيق الراء وبتفخيمها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.